مرحبا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نطلبوا درع اليوتيوب، درع ديال المليون بإذن الله. هذا الدرع ديال 100,000 اللي مازال ما حليتوش منذ سنوات. دابا خصني نقول المعلومات، فهمتيني؟ المعلومات باش الدرع، حيت انا نسيت كيفاش صيبت داك الشيء النهار الاول باش جاني هذا. دونك ها المعلومات ديالي مسجلين هنا اللي كتبتهم داك المره باش نعاود نكتبوها في الذهب. اوكي، المهم هاد المعلومات هما اللي كيطلبوا، غنمشي نكتبهم الاصدقاء سميتو نشوفو ماشي يوصل ولا ما يوصلش. او على واحد جوج ثلاثة، هذا كبر من الاخر. نجيب لك الدرع الاخر. ما يمكنش هذا ما حليتوش، وهذا حتى هو ما نعرف. المهم دابا رمضان، خصني نمشي نقاد الفطور الاصدقاء ما مساليش. احنا غادي للسوق نتقداو الكبده والكفته، باش نديرو الشهيوه. تقدينا الكفيته الاصدقاء، الكبيده ها هي الكبيده باش غادي نحتفل. ها القلب، لا القلب، وقلت له عطيني شحيمه، وهذه الكبده باش غنعيدو اليوم. اليوم حفله، اليوم نهار كبير، احتفال بالدرع ديال المليون. وجبت لك فته، هذا هو الاحتفال بالدرع ديال المليون الاصدقاء. ها الفته، قلت لي ما ديرش فيها التوابل. واقيلا دير فيها التوابل، والله الا دير فيها التوابل. الله يعين، فيها بحال فيها التوابل، فيها التوابل اصاحبي. فيها سقوط الوالدين، اي نفس سقوط الوالدين. قلت لي ما ديرش فيها الليقان. دابا هاد الفته هادي وهاد الكبده هادي غادي نحضروهم الاصدقاء للفطور، وغادي نديرو عيد. المهم الاصدقاء، حسنت الوجه ديالي وجاني نزيف دموي، سديت على النزيف. المهم انا غادي نفرش حصيره هنايا، وغادي نفرش فيها واحد الكاشه، وغادي نجيب واحد المجمر، وغادي نتكا وصافي. عندنا غير الشوا اليوم، ما غنتعذبوش في الفطور. جي هادي غنوجد الخبز صافي، وغنتكاو والبرارد ديالاتاي، ونجيب نعام سيدي الدروع ديالي نحطهم حدايا ونعنقهم، ونبقى نبوس. ليتس جو. هادي هي تحضير الفطور، فهمتيني؟ ها بدات نحضر انا الفطور. داكشي ساهل، فهمتيني؟ خليني داكشي ديال البكا والشكا. ورمضان صعيب، ورمضان فيه تمارة، وما فيه والو رمضان، حتى لعبة. حطم جمير، شوي الشوا، قصي، أحسن فطور. تعال تفرز انت راسك، اجي عندي ندير العصير، صافي. هاهي الجلسة الملكية، فهمتيني؟ جلسة الملكية، بحال حاضر الدروس الحسنية، ولكن الدروس الحسنية ديال الشوا. نمشيو نجيبو، ماشي نجيبو المجمر، غنطلعو عند الدجاج، ونمشيو نسلمو على محمود، ونجيو. هو محمود هو الوليد ديالو داخل في العش. كيديرو بدا السي محمود بخير، لاباس عليه؟ كيدير داك العزري؟ مضرا كبر شي ولا ما كبرش داك العزري السي محمود؟ هو محمود خرج، راه هو العزري. العزري راه كاين تما اصدقاء، هاي يبان ليكم شراه كبير غير، وبدا تيخرج كاع. هانتوما راه تنعطيهم البيض تمايا، هو اللي تيصلح. الله يصلح السي محمود، الله يصلح. المهم تيخصنا داكشي ديال العيد الكبير وصافي، يعني بحال العيد الكبير عندي وصافي.
السيناريو اللي كنديرو في العيد الكبير غنديرو دابا. اول مجمر زند ولا زاند بالمعقول. يا سلام يا سلام، هذه واحد الجلسه ديال الاحلام، اقسم بالله الا جلسه ديال الاحلام. نجلس وانايا دايرين بيا الدروع ديالي، الدروع الفضيه والدروع الذهبيه، هذه راه شي 2 كيلو ديال الذهب ولا 3 كيلو. هنا عاوتاني النقره والشوى. المغرب مازال ليها دابا واحد شويه، ماشي واحد شويه، مازال شي ساعه. لا ما غتقسم حتى حاجه تحطها. يا سلام الشوكولاط، والله الا الشوكولاط. غادي نقادو دابا الكفته. الكفته كيخصها بصله. انا نسيت نخلط هاد البارح ديالي. ونستاهل نستاهل، جبت الدرع ديال المليون، ونستاهل شي وليمه بحال هادي. ونورمالمون راه نذبح ليكم خروف، ولكن هادشي اللي طلع. جبنا ليكم رويبعه ديال الكبده ب 600، ورويبعه ديال الكفته. ديرو شي شويج د الملحه وصافي، شي شويج د البزار، شي شويج د السكينجبير. الفلاسفه كيسولوا على معنى السعاده، هذا هو معنى السعاده الاصدقاء. اقسم بالله الا هذا هو المعنى ديال السعاده، ما كايناش شي سعاده بحال هذه السعاده. دابا يصير 5 5. دابا خصنا نقادو الكبيده. بهادي خصنا نشرملوها. بسم الله. قطعوها مرصوات صغار. الشحمه كيعطي لك بزاف فابور، فهمتيني؟ ماشي شي حاجه تخلص عليها فلوس. الشحمه فابور. ها الكمون. ارا نخدمو دابا بولفاف. بسم الله. وناري مع هاد اللفافه الاولى. كرشي بدات كتغوت، بدات تطلب الاكل. نات المغرب صافي. خصني نفرق الصيام، ضروري. ولكن بلاتي انا اول واحد كيفطر في رمضان بالعيد الكبير هو انا. نتحداك شي واحد يكون فاطر بالعيد الكبير. هذا هو العيد الكبير بالنسبه لي انا، فاطر به في رمضان. ياس راه دابا غنفرق الصيام. يا بسم الله يا بسم الله. الله الله الله. زكاي بركة عليه، زكاي بركة عليه. ريحة العيد الكبير، أقسم لكم بالله العظيم إلى ريحة العيد الكبير. العيد الكبير هو ذا العيد الكبير. واش كتعرف ديك الريحة اللي كتشمها في العيد الكبير باش كتكونوا كتشموا الشوا؟ وهي اللي كنشمها دابا أنا. يا بسم الله. دابا عاد غنفطر. راه هاد القتيب هذا انا.
هذا احسن فطور فطرته في التاريخ ديالي كامل. هو هذا احسن فطور فطرته. احسن وجبة افطار هي هذه. وكون ما كانش دابا هذا والله ما استفاد استفاده هي. كون ما هاد الشوا ما ناكلوش، راه هذا هو اللي جايب لنا هاد الشوا هذا. سلام عليكم بالله. سير سير سير. هادو اخر ما كاين في بولفال. شحال درت دابا انا في ديال بولفال هاد الرابعه هادي؟ شحال درت ديال بولفال؟ سته القطبان ولا سبعه؟ تقريبا سبعه القطبان ديال بولفال برابعه، يعني ب 600 ريال بالشحمه ديالهم بكلشي. صافي ساليت الاصدقاء قاديش. ها الشباك هي وها التمر، والله ما كليتهم. عصير مزال نيشان على بولفال. نحمد الله ونشكره على هذه النعمة التي أنعم بها علينا. صافي الحمد لله. أرى على هادشي كويس يكون فهمت لك هاد الكويس. طايب علم جمر معايا مولاي. لوكس لوكس ديالتي لوكس. لقد حان الموعد باش الصغير غيخرج من عند الوالدين ديالو. صافي خصو يخرج من الدار ويسكن بوحدو. زين راه تيضربوها الاصدقاء. الام ديالو حامله ولدات بغات تولد، خصو صافي يخرج باش يجيو خوتو. عطاوه قتله ديال العصا. غنخشي لداخل دابا هو. صافي 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 صغيور مسكين. صغيور صغيور صغيور. شوش كيدير مسكين. سير 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 سير. ها هو عزمنا نحطو حدا مو شي مشكل. محمود جونيور سميتو محمود جونيور. دابا دازت ايام الاصدقاء على هذا البسقول هذا. شوف البسقول كي ولا، شوف شوف البسقول كي ولا، شوف البسقول كي ولا. وتبسقل تبسقل. تسكتنا مسخوط. تسكت تسكتنا الله يعطيك. خصني نديرو شي زرد هذا مسخوط هذا شي نتي تبان ليا فيه فهمتيني. كتبان ليا فيه شي جميله غادي فوت رمضان. المهم الاصدقاء الدور انا حليتهمش. ما حليتش الدور، ما حليتش الدور. عييت عييت كنحاول تنحاول وكنحاول انني نفتح الدور واحد. ما قدرتش نفتح الدور على الاصدقاء واحد ما حليتوش من 2019. كيفاش بغيتي نفتح انايا دابا من بعد؟ دازت ايام الاصدقاء دابا يا يمكن الا درت لهم شي بلاصه نقدر نحلهم فهمتيني. شي بلاصه فين يتعلقوا سينو ما ولا نديرو شي حفله واحده اخرى ونحلوهم. وحق الله تنحلوهم تنوعدكم، ولكن ماشي دابا. النفسيه ديالي ما بغاتش فهمتيني. ودابا رمضان حرام تحل فيه داكشي ديال الدروع. ولا تيجي الثالث تيجي ديك ديال الالماس ولكن بعيد. المهم الاصدقاء شي نهار غادي نحلوهم. السؤال ديال الحلقه شنو هو الفيلم اللي شفتيه بزاف في رمضان؟ انا تفرجت في الفيلم ديال قليل بزاف. سكتنا بسخوت سكتنا بسخوت.